يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عقد ندواته عن برنامج ريادة الأعمال بالقرى والنجوع بالمحافظة. تقرير هاني شحاتة. من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق رؤية مصر 2030، يقوم المجلس القومي للمرأة بقنا بالتعاون مع العديد من الجهات بتنفيذ برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة. يقوم البرنامج بعرض عمل دراسة جدوى بسيطة والتسويق للإنتاج وكيفية إقامة مشروع بسيط. برنامج ريادة الأعمال بيبدأ مع السيدة من أول فكرة إزاي تفكري في مشروع، ازاي تاخدي القرار، ازاي تحددي هدفك في انك عايزه تعملي مشروع. بنعلمها ازاي تعمل ولو دراسه جدوى بسيطه، مصروفاتك، ايراداتك، الفرق بين الايرادات والمصروفات، ازاي بنعلمها ازاي تدخر، بنعلمها الطريقه اللي هي تعمل بيها ازاي تعمل مشروع صغير، وبنديهم امثله عن المشروعات الصغيره انها تعمل زي مشروع مخبوزات مثلا في البيت، صناعه المخللات، صناعه المربات، نعمل تربية الطيور والمواشي في القرى وفي الأرياف. وطبعا ده وبنعلمها كمان مصادر تمويل المشروع بتاعها. ده مجلس القومي للمرأة عنده بروتوكولات مع العديد من الجهات، وطبعا مع اللي بيقدم برامج داعمة كتير للمرأة المعيلة والمرأة اللي هي محتاجة فعلا انها تعمل مشروع، وبيديها يعني قروض بفايدة صغيرة، وبيقدم لها كمان دعم فني بالإضافة للدعم المادي. يعني ممكن نجيب حد يشرح لهم ويوضح لهم ويعمل لهم دراسات الجدوى للمشروعات. بنتقابل مع الستات على مدار يومين، بيتعلموا حاجات أساسية. أول حاجة بيتعلموا الفرق ما بين النوع الاجتماعي والدور الاجتماعي للمرأة جوه المجتمع وبينها وبين الراجل. الحاجة التانية بيتعرفوا يعني إيه رائد أعمال وإزاي أمكنها من ده، وإزاي نصمم فكرة مشروع بميزانية بسيطة جدا، هي الميزانية متناولة في السيدات عامة في حدود 15-20 ألف. بتعرف ازاي تولد الفكره، ازاي تجيب مصدر تمويل للمشروع بتاعها، ازاي تخطط ليه، ازاي تسعر المنتج بتاعها، ازاي تسوق له، وكمان ازاي تكسب الربح بتاعها وتحسبه، بالاضافه ان هي ازاي تستثمر في الربح بتاعها ده، وازاي تنظم وقتها وتعمل التوازن ما بين بيتها واسرتها علشان ما يضرش بيها على مستوى العائله. اكتر حاجه بتميل للحاجات الحرفيه، يعني صناعه الصابون السائل، المخبوزات، الخياطه، ان هو حد يعمل مطحن. عندهم كمان مشاريع مبتكره، ان حد يصلح احذيه، المكوه، ان في بعض الخدمات الجديده ابتدت يحتاجها الريف المصري عندنا ما كانش موجود قبل كده. فهم ابتدوا يفكروا ايه الخدمات اللي جوه المجتمع بتاعتهم ناقصه، ويبتدوا يعملوا بيها مشاريع صغيره عشان يسدوا الاحتياج وفي نفس الوقت يضمن المشروع بتاعه يبقى شغال. من محافظة قنا هاني شحاتة لأخبار طيبة.